السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. رجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. طيب، موضوع اليوم مرة حلو وإحصاءات مرة حلوة وأرقام مرة حلوة، وحبيت أشارككم فيها، اللي هو أفضل اللاعبين السعوديين. أنا حابة أتكلم عنهم وأعطي كل واحد حقه، وهبدأ أول شيء في الحارس المعيوف. طيب، المعيوف قدم موسم جيد مع فريقه. في ناس يقولوا هو مو في حالته المثالية، بس كان يعتبر أفضل حارس، يعني عنده تصديات 57 وأهداف في مرمى بس 12 هدف. المعيوف عنده ذهنيا سريع، عنده النظرة في بناء الهجمة، عنده تصديات جدا رائعة في الفريق، يعتبر حارس ممتاز. أنا بالنسبة لي المعيوف. هنبدأ في كمان اللي هو قلب الدفاع. شرحيلي بالنسبة لي دفاع ممتاز في فريق الشباب، شرس في الدفاع، عنده قراءة وتوقعات في بناء الهجمات من الخصم، أرقامه مرة حلوة، يعني تشتيت 112، افتكاك الكرة 15، صنع تسديدات 14، قطع 28 كرة. يعني أرقامه بالنسبة مع فريق الشباب جدا ممتازة. طيب، هتكلم عن برضو قلب الدفاع اللي هو عبد الإله العمري، ولكن هو في النصر. عبد الإله العمري الأداء والفعالية والروح العالية عنده ممتازة، والمشاركة في شن الهجمات. طبعا أرقامه جدا حلوة، اللي هو التشتيت 78، افتكاك 16، صنع 13، قطع 34 كرة. أرقام جدا ممتازة. هتكلم عن ياسر الشهراني. أنا بالنسبة لي ياسر الشهراني مرة يعجبني، سواء في الهلال أو في المنتخب، وكمان أداؤه ما تغير حتى لما كان في القادسية. أول حاجة يساهم في الكرة، عنده قوة بدنية، عنده مساندة للفريق، يعني عنده العرضيات 22، صناعة أهداف 3، صناعة فرص 30، مراوغة ممتازة عنده. أنا يعجبني صراحة هذا اللاعب، سواء في الهلال أو في المنتخب. هتكلم عن الظهير الأيمن سعود عبد الحميد، 21 سنة، عنده سرعة عالية، تطور في توقيت طلب الكرة للأمام، عنده مساهمات، وعنده الكرات العرضية دائما ناجحة. يعني في أرقامه عنده العرضيات الناجحة 25، صناعة 4، صناعة للفرص 19. وسعود عبد الحميد معروف في الاتحاد وتطور في مستوى، وبإذن الله يجددوا مع العقد. هتكلم عن سلمان الفرج، وكلنا عارفين سلمان الفرج في الهلال أو في المنتخب. بناء الهجمات، إخراج الكور، محور مهم في الهلال، متنوع في جميع التمريرات، أرقامه جدا ممتازة، عنده تمريرات ناجحة 1065 تمريرة، عنده صناعة فرص 20،
تمريرات في ملعب المنافس 85%، أرقام جدا جدا عالية، ومعروف سلمان الفرج عند الكل. عبد الإله المالكي الاتحادي العصبي. طبعا عبد الإله المالكي دائما بنشوفه في المباريات منسجم مع كريم الأحمدي، ولكن المالكي في الضغط على المنافس أقوى. البناء والتمريرات قدم مستوى جيد جدا نقول مع فريق الاتحاد، وطبعا ما نستغنى عن عبد الإله المالكي في أي مباراة، إذا مو الشوط الأول فهو يدخل الشوط الثاني. عبد الإله المالكي عنده تمريرات ناجحة 910، رقم جدا ممتاز، صناعة 21، قطع 26 كورة، وافتك برضو 26 كورة. هتكلم عن النجعي في فريق النصر، أكبر ممثل في الدراما في الملاعب السعودية. بس أحلى حاجة في النجعي التمريرات للأمام، وعنده صناعة اللعب ممتازة، ويلعب في 3 مناطق خارجة عن المهاجم. النجعي عنده أهداف 6، صناعة 6، ويحب التمثيل. هتكلم عن سالم الدوسري، والكل يعرف سالم الدوسري سواء في الهلال أو في المنتخب، لاعب ذهنيا ممتاز، فعالية في الملعب، سرعة، تحولات، بدنيا ممتاز، مساهمات، هجوم بقوة، يعني ممكن سالم في أي لحظة ينهي لك المباراة. سالم عنده الأهداف 8، تسديدات 22، صناعة 13، المراوغات 50. وأكثر حاجة تعجبني في اللاعبين المراوغات والتشتيت. آخر شيء رح أتكلم عنه صالح الشهري، فظيع سواء في الهلال أو في المنتخب، مهاجم بمعنى الكلمة. عنده الأهداف 36، تسديدات 13، صناعة فرص 7. مع الهلال مؤثر، مع المنتخب مؤثر، أداء ولا أروع. هذا اللي أنا حبيت أشارككم فيه، وتعطوني آراءكم، ممكن أكون غلطانة في الأرقام ونتشارك، وحبيت أوصلها ليكم. يعطيكم ألف عافية وشكرا ليكم. المحيط مركلة.